السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير، ويا أهلا وسهلا مشاركين الجدد منورين قناتكم. تم اليوم الكشف رسميا عن هونداي ايونيكس 7 الكهربائية بالكامل. كما تلاحظون هذه السيارة بتصميم عصري، كشافة الايدي مخفية بالكامل. يأتي المحركات بقوة 800 فولت يولد 450 حصان. طبعا تعتبر هذه سيارة اختبارية. كما تلاحظون الداخلية، الأبواب، سيارة عصرية بالكامل، فخامة هونداي ايونيك 7 ما شاء الله تبارك الله. أضواء LED مخفية، الداخلية شمواه، مقاعد شمواه، الأرضية كذلك. لاحظوا كيف الشاشة آتية طائرة بالهواء والمقود. فتح التكييف مخفية، دواسة البنزين والتوقف. طبعا السيارة تشكل مساحة كبيرة، كراسي قابلة للتدوير، كرسي ثابت يسع 5 أفراد، السقف آتي بالزجاج بالكامل، يعني بودي السقف كامل زجاج متصل كمان مع الشاشة الأمامي. 7 تأتي الداخلية بعدة ألوان، 43 لون. كذلك الباب الخلفي كذلك زجاج، شعار 7 في الصدام. يعني وزن السيارة سوف يكون أصغر وأخف، مما يعطي السيارة انطلاقية وسرعة وثبات ومرونة. الداخلية زي ما تلاحظون، السقف يأتي بشاشة ما شاء الله، فخامة. شاشة مقاس 64 إنش 4K. لا تزال السيارة طبعا تحت الاختبار كونسبت، ولم يتم الإعلان أو تجربتها من قبل. شعار هونداي آتي كهرباء. لاحظوا كيف الزجاج من الخلف إلى الأمام، سيارة بالكامل زجاج. القنوط مقاس 22 إنش. هذه واجهة السيارة، شبك كبير آتي LED متصل على كامل الواجهة. فخامة هونداي ايونيك 7 2022 الجديد كليا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديو قادم، تغطية حصريا لهونداي 7 ايونيك موديل 2022 الجديدة كليا أثناء تجارب القيادة.